راديو نيل. انت فاكره موضوع التعبير؟ جاي السؤال جاي اهو. السؤال جاي، لو قررتي انك تكتبي موضوع تعبير عن حياتك هتحطي له عنوان ايه في الاول كده؟ حياتي انا. ايوه. صعب قوي محمود. حاولي كده، حاولي يعني. ها مش عارف. لا مش عارف. ممكن هو اسمي موضوع التعبير عنوانه اسمك؟ مريم. ماشي. طب ده ايه العناصر بتاعته دي ان شاء الله؟ العناصر ممكن هحط الاول المراحل اللي انا مريت بيها في حياتي، دراستي بقى، وبعد كده الاشخاص اللي انا عرفتهم مثلا، اتعلمت ايه من اشخاص معينين، اللي انا يعني مين اقرب حد ليا وتعلمت منه ايه. ده هيبقى عنصر مهم جدا. انت كده بتكتبي مذكراتك مش موضوع تعبير يعني. خدي بالك من الموضوع يعني. انا عارفه بس مش عارفه. موضوع تعبير لا يقل. فاكره موضوع تعبير كتبتيه طيب وفاكراه قوي انك كتبتيه وابدعتي فيه في امتحان بيئه؟ كان عن البيئة. افتكر ان انا كتبت 450 كلمة او 500 كلمة حاجة كده. ما شاء الله ما شاء الله. يعني وجبتي كام في العربي في السنة دي؟ في السنة دي نقصت درجة ونص في العربي. ده انت كنتي شاطرة. كنتي شاطرة والله يا استاذة مريم. والله انت نورتي الدنيا. شاطرة يا محمود. اكتر حاجة فيها النحو الحقيقة كمان. يعني هنشوف هنشوف. لسه دوره جاي النحو دلوقتي يعني. يا مريم نورت الدنيا. انا مبسوط جدا ان انت كنت معايا، وهنشوف موضوع التعبير الناس هتكتب تقول ايه دلوقتي. ارجوكم عشان انا يعني حالا حالا والله. طيب الموضوع بيقول انك لو قررت انك تكتب موضوع تعبير اللي هو بتاع رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي الى تالتة ثانوي، يعني من وقتها وانت طالع كده، لو هتكتب موضوع تعبير عن حياتك بتلخص حياتك في سطور قليلة جدا كده في 10 او 15 سطر 20 سطر، اولا هتعمل عنوان الموضوع ده ايه؟ يعني عنوان موضوع التعبير اللي يوصف حياتك ده هيكون ايه؟